تمكن أفراد مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم باقي ممثلين في أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة من حجز كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم والمقدرة ب 3600 كيس كانت موجهة للمضاربة. العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي قسنطينة وباتنا. وبعد التعمق في التحقيق تم تفكيك شبكة تنشط عبر عدة ولايات متكونة من 21 شخص، أين تم توقيف 20 فرد تتراوح أعمارهم من 35 إلى 55 سنة، فيما بقي شخص في حالة فرار.